في ضرب، بيقول لك الدائرة اللي قدامك دي يا باشمهندس اللي ظهر قدامك دي، في الشكل اللي قدامك هو طبعا شكل عامل شكل الدلتا كده. بيقول لك تيك ذا كوريكت انسر فور ذا فولوينج ستيتمنت فروم 1 تو 5. طبعا شمس الامتحان هنا بيبقى عباره عن اختياري، بيقول لك اختار لي من النقطه 1 ل 5 الاجابات الصحيحه. دايما يا باشمهندس في اما يجي لك مساله شكل دي في الامتحان، دايما يفضل ان انت تاخد تظبط الشكل الاول بشكل مبسط، بحيث ان انت اللي بتبتدي تتعامل مع المساله بسهوله. اللي انا هقعد دلوقتي حاول تتعلمه، بحيث ان انت لو جت لك مساله، طبعا هحل لك 3 مسائل بالشكل ده 2017 2018، فان شاء الله هتتعود على الطريقه دي. ازاي يا باشمهندس الخص الشكل اللي قدامي ده برسمه اقدر اي حد لو اديتها له يقدر يجيب لي البيانات اللي هو عاوزها؟ اول حاجه يا باشمهندس تعالى لو احنا بصينا على الرسمه اللي قدامك دي، هتلاحظ ان النقطه ايه؟ متوصله بالنقطه دي خلاص؟ والنقطه دي خلاص، النقطه دي متوصله بايه؟ يبقى انا اول حاجه لازم اخلي النقط دي نقطه واحده، يعني اخلي النقطه ايه؟ متوصله بالنقطه دي. خلاص؟ فاهم يا باشمهندس؟ تعالى النقطه ايه؟ هي متوصله بالنقطه دي. خلاص؟ كل اللي هعمله لو انا اتخيل معايا كده، لو انا خدت النقطه دي وقمت جاي رافعها فوق كده ولازقها في دي. اما اخد النقطه دي وامسكها كده وارفعها لفوق، هتلاقي يا باشمهندس ان الدي ما بين الدي والسي. خلاص؟ اما اخد النقطه دي واوديها لايه كده، هيبقى في هنا برانش توازي اللي هو المقاومه 3 كيلو ده. هيبقى في برانش اللي هو 3 كيلو او توازي مع المقاومه 3 كيلو و3 كيلو. يبقى انا كل اللي هعمله، اول خطوه هعملها ان انا هجمع النقط مع بعضها، ان انا هسحب، همسك بايدي كده زي ما انا ماسك كده واسحب النقطه دي اوديها عند الايه. خلاص؟ ساعة ما تسحب النقطة دي أوديها عند الإيه؟ هتلاقي إن المقاومة 3 كيلو أوم ده أهي توازي مع الاتنين دول، فأهو كل اللي عملته يا باشمهندس خدت النقطة دي وديتها عند الإيه، خدت النقطة دي وديتها عند الإيه؟ خلاص. فأنت هتلاقي إن البرانش المقاومة 3 كيلو أوم توازي مع كل من المقاومة 3 و3. خلاص يا باشمهندس؟ تاني حاجة يا باشمهندس هتلاحظ إن النقطة إيه؟ خلاص؟ إن النقطة إيه هي نفسها دي، يعني النقطة إيه هي نفسها دي هي نفسها إيه؟ خلاص؟ يبقى انا يا باشمهندس تاني حاجه يا باشمهندس ان انت يعتبر لو انت خدت النقطه دي وديتها فوق هنا، ده معناه ان المقاومه 3 كيلو اوم ده على شورت سيركت. الشورت سيركت ده جه ازاي يا باشمهندس؟ بص كده معايا انت، اي دي اي دي شورت سيركت على المقاومه 3 كيلو. خلاص؟ يبقى انا لما اخد النقطه دي اوديها لايه؟ لما اخد النقطه دي اوديها لايه؟ تخيل معايا كده، هيبقى في شورت سيركت ما بين النقطه دي واي، يعني اكن المقاومه ده على شورت سيركت. يبقى النقطة دي هتتلغي، يبقى أنا يا باشمهندس هاخد النقطة دي كده أوديها فوق عند الـ A، أخد الـ D أوديها عند الـ A، وأخد كذلك الـ E أوديها عند الـ A. خلاص؟ هاخد النقط دي أوديها عند الـ A. واحد يقول لي يا باشمهندس أنت بتقعد تعيد وتزيد فيها ليه دي؟ دي يا باشمهندس مسائل دلوقتي أساسية في الامتحان، وبتيجي بنفس الفكرة بنفس الطريقة بغير الشكل بس، بس كله بقول له فكرة واحدة، إن أنت بتجمع النقط. لو جمعت النقط صح هتحل المسألة. يبقى هرجع لك تاني يا باشمهندس، النقطة دي همسكها بايدي كده واسحبها واوديها عند الايه، لان هي نفس النقطه هم خط واحد اهو واصل ما بينهم، فدي هي نفسها الايه. ماشي يا باشمهندس؟ وكذلك الاي، الاي في خط اهو، خط اهو شورت سيركت ما بين الاي والدي، فالاي والدي والاي الثلاثه نقطه واحده، فانا هسحب الدي اوديها الاي وكذلك الاي هوديها الاي، فانت هتلاقي المقاومه 3 كيلو دي اتلغت اصلا، لان الاي هي نفسها الاي. خلاص؟ لانهم واصلين عن طريق شورت سيركت اهو واصلين ببعض. خلاص؟ يبقى الاي هي نفسها الاي. اما توصل الثلاث نقط دول ببعض اللي هي الدي والاي والاي ببعض، هيديك الشكل اللي قدامك ده. خلاص؟ هتلاقي المقاومه 3 كيلو و3 كيلو توازي مع المقاومه 3 و3 برضه توازي مع المقاومه 3 كيلو. خلاص؟ اما توصل النقطه اي والنقطه دي والنقطه اي بالثلاثه ببعض، خلاص هيديك الشكل اللي قدامك ده. لو انت وصلت للشكل اللي قدامك ده يا باشمهندس هتقدر تحل اي حاجه في المساله. خلاص؟ لو انت وصلت للشكل ده هتقدر تحل اي حاجه في المساله وطالب. طب تعالى نشوف وطالب ايه بعد ما بسطت الشكل الشكل ده، فانا خلاص بقى معايا معلومه ان الاي هي نفسها الدي هي نفسها الاي، خلاص الثلاثه نقطه واحده. تعالى عشان نحل المطلوب كده، بقول لك ايه اول حاجه ذا توتال ريزيستنس بتوين اي وبي، عاوز المقاومه الكليه ما بين اي وبي، ما بين اي وبي المقاومه الكليه ما بين البرانش اي وبي. تعالى يا باشمهندس نبتدي نجيب اول مطلوب، زي ما انا قلت لك نجيب المقاومه ما بين A وB. انا عاوز المقاومه ما بين مين يا باشمهندس؟ عاوز المقاومه يا باشمهندس ما بين الA والB.
ما بين الاي دي، خلاص عظم المقاومه ما بين الاي دي والبي دي. خلاص هنعمل ايه هنا يا باشمهندس؟ المفروض ان انا الخص، هفترض ان انا عندي وليكن، هتخيل ان في شكل هنا اكن في تيار بيمر من هنا وهيطلع من هنا، خلاص اكن في تيار هيدخل من هنا وهيطلع من هنا، فانا عاوز ابسط الدائره كلها لمقاومه ما بين مكان المقاومه 3 كيلو اوم دي، عاوز اتخيل ان في مقاومه هنا ملخصه هتبقى ما بين ايه وبي. عشان الخص الدنيا هنا يا باشمهندس بالشكل ده، اول حاجه لو انا افتكر المقاومه 3 دي و3 هتقول لي توازي مع بعض يبقى مجموعهم 6 كيلو، خلاص يا باشمهندس دول 6. توازي الستة توازي مع التلاتة يبقى الستة في تلاتة ب18 على مجموعهم ستة زائد تلاتة ب9، ليه؟ مش حاسس انهم توازي مع بعض، يبقى المقاومة ستة والمقاومة تلاتة دي توازي مع بعض، يبقى ستة توازي مع التلاتة يبقى الستة في تلاتة ب18 على 9 يبقى ب2. يبقى ده ملخصه، ملخص الجزء ده كله، مقاومة قيمتها 2 كيلو، مقاومة قيمتها 2 كيلو. خلاص لو انت جيت على البرانش ده وشلته، خلاص ووصلت نقطة ما بين A و C، ما بين A و C مقاومة قيمتها 2 كيلو، هتلاحظ إن المقاومة 3 توالي مع ال 2 كيلو. يبقى ال 3 مع ال 2، 3 مع ال 2 تديني ال 5. لأنهم تعالوا مع بعض. طب بقى أنا جبت ال 2 مع ال 3 اللي هم 5 يا باشمهندس. يبقى أنت بقى عندك مقاومة قيمتها 5 توازي مع المقاومة اللي قيمتها 3 دي. يبقى أنت هتضغط ال 5 وال 3 توازي مع بعض، يبقى ال 5 في 3 ب 15 على مجموعهم اللي هو 8. هيديكوا القيمة اللي هي 1.8، يبقى قيمتها بأول إجابة اللي هي رقم سي، الإجابة رقم سي هي 1.8، 1.8. هي دي أصعب نقطة هنا، خلي بالك، يعني أنت عايز تلخصه، تلخص الدائرة دي كلها ما بين نقطتين A وB، هتحافظ على النقطة A ونقطة B، بعد كده أي نقطة ما تلزمكش، هتروح تلخص جميع المقاومات بحيث إن هي تبقى بين النقطتين دول ما بين النقطة A والنقطة B. خلاص؟ هتوصل في الاخر، هتوصل في الاخر ان قيمه المقاومه دي 1.8 كيلو اوم. ازاي يا باشمهندس؟ تاني المقاومه 3 التوازي مع البرانش اللي هو 3 و3 ده، هيطلع التوازي ده هيطلع لك المقاومه 2 كيلو. بعد ما تطلع البرانش، خلاص البرانشين دول هيضربوا كده مع بعض، محصلتهم 2 كيلو، هيبقى توالي مع ال 3 كيلو دي، يبقى ده 5. هتلاحظ ان الخمسه اللي طلعت لك المقاومه الجديده اللي هي 5 كيلو دي توازي مع المقاومه دي، توازي مع المقاومة 3 كيلو، هيطلع محصلتهم 1.8. ده أول نقطة. تاني نقطة يا باشمهندس بقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين A و E. تعالى بقى شوف الميزة هنا بقى. عايز ذا توتال ريزيستنس ما بين الـ A والـ E. لو أنت لاحظت، خلاص شوف بقى التلخيص اللي أنا عملته، إن الـ A والـ E هما نفس النقطة، يبقى كده المقاومة ما بينهم بزيرو. فأول حاجة هي النقطة A، النقطة A المقاومة ما بينهم هي زيرو. النقطة رقم 3 يا باشمهندس، رقم 3 بقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين A و C، بتوين A، عاوز بتوين النقطة A ده اهي و C. خلاص هتلاحظ يا باشمهندس ما بين A و C هتلاقي عندك ثلاث طفرة، الثلاثة توازي، عندك مقاومة 6 3 6. هناخد ال 6 مع ال 6 الأول، 6 مع ال 6 يبقى ايه؟ 6 على 2 يبقى 3. بعد كده اخد الثلاثة اللي طلعت مع الثلاثة يبقى 3 على 2 ب1.5، يبقى المحصلة بتاعتي 1.5. يبقى أنت معاك المقاومة 6 توازي مع 6 توازي مع المقاومة 3، هتلاقي محصلتهم 1.5 كيلو. نروح للنقطة اللي بعد كده، خلاص هنروح للنقطة اللي بعد كده. النقطة يا باشمهندس اللي بعد كده ان هو بيقول لك هات لي النقطة رقم 4، بيقول لك التوتال ريزيستنس بتوين الاي والسي، التوتال ريزيستنس بتوين الاي والسي. تعال ما نشوف كده، ده الاي اهي اللي هي نفسها الاي والسي. يبقى انا معلش ما اروحش احسب تاني لان الاي هي نفسها الاي، انا لسه جايبها، يعني النقطه اللي قبلها كانت اي وسي، هي نفسها اي وسي برضه. يبقى الاي والسي هي نفسها الاجابه اللي فوق، اللي هي الاجابه رقم 3 و 4. خلاص الاجابه رقم 3 و 4 نفس الاجابه. خلاص فانت هتلاقي فعلا دي اجابتها رقم اي زي رقم 3 بالظبط. خلاص هتلاقي زي رقم 3 بالظبط هي الاجابه رقم اي. تعالى يا باشمهندس بعد كده النقطة رقم 5، بيقول لك التوتال ريزيستنس بتوين A ودي، بتوين A ودي، ادي الإيه يا باشمهندس اهي والدي، اللي هتلاحظ ان هم نقطة واحدة يبقى المقاومة ما بينهم بزيرو. الإيه والدي هي نقطة واحدة، يبقى المقاومة ما بين A ودي، يبقى التوتال ريزيستنس بتوين A ودي اللي هي النقطة رقم 5 هي بزيرو. ليه يا باشمهندس؟ لأن الإيه والدي
نقطة واحدة قيمة المقاومة بينهم بزيرو. يبقى انت عشان هتلاحظ ان انا ملخصت الدنيا، المسألة هتلاقيها بتتحل عادي وما فيش أي مشكلة. خلاص. وبرضه كذلك المسألة اللي احنا هنلاقيها في 2017 و18 اللي هي المسألة دي، أول مسألة لو أنت ما عملتش كده هتلاقيك بتتوه والدنيا هتبقى صعبة أوي منك. تعالى يا باشمهندس للسؤال اللي بعد كده، اللي هو السؤال رقم 2، اللي هو السؤال رقم 2. تعالى يا باشمهندس، المسألة دي الدنيا فيها برضه مش صعبة ولا حاجة. هي برضه مسألة على الدي سي. بقول لك فور ذا سيركت اوف ذا فيجر، بقول لك كوريكت انسر فور ذا فولينج، برضه هي اختياري من نقطة 6 لحد 10، ركز قوي في الاختياري. هو اختياري برضه، هيبتدي من عند النقطة رقم 6 تحت اهو. نديك مسألة برضه، هتبقى مقاومات وحساب تيارات وجهود وكده. النقطة اللي هقولها لك هنا يا باشمهندس، خلي بالك قوي لو أنت عندك في الدائرة بتاعتك ملفات أو مكثفات وشغال دي سي، ركز قوي قبل ما تحل أي مسألة تشوف انت شغال البطاريه بتاعتك دي سي ولا اي سي. يعني المثال اللي قدامي ده هتلاحظ ان البطاريه دي سي، فانت لو جالك بطاريه دي سي خلاص، وجالك في المساله ملف عشان حركات بتحصل في الامتحان كتير قوي، جالك ملف او مكثف، بعد عن ملف يبقى شورت سيركت. ليه شورت سيركت يا باشمهندس؟ لان الملف هو الاكس ال هو اوميجا ال هو ال 2 باي اف ال، اللي هو عباره عن 2 باي في التردد في ال ال. التردد طبعا في حاله الدي سي بصفر، يبقى الاكس ال كقيمه مقاومه بصفر، يبقى الملف بعمله شورت سيركت. يبقى انت لو جيت لك مساله في الامتحان لقيت مصدر دي سي خلاص، بتيجي على الملف تعمله شورت سيركت. طب المكثف يا باشمهندس؟ المكثف اللي هو الاكس سي هي 1 على اوميجا سي هي 1 على 2 باي الاف سي، يبقى 1 على صفر بمعنى نهايه، لان التردد بصفر، يبقى 1 على صفر بمعنى نهايه، يبقى المكثف بيتعمل اوبن. يبقى انا لو جيت لي مساله في الامتحان خلاص، عشان ممكن دي تجي لك هي فكره ما تعرضناش لها هنا في الامتحانات، بس خلي بالك لو جيت لك بطاريه دي سي معاها ملف او مكثف، بتروح تشيل الملف تعمله شورت سيركت، تشيل المكثف وتعمله اوبن. فانت تاخد بالك تبص تشوف المصدر بتاعك دي سي ولا اي سي. طبعا لو لقيت بطاريه يبقى دي سي، فانت تاخد بالك من الحته دي، لازم يكون مقاومات بس. لو لقيت في ملفات تشيل الملف تعمله شورت، لقيت مكثف تعمله اوبن. تعالى المثال اللي قدامنا دي يا باشمهندس خلاص، هنا برضو دايما الدكتور بيحاول يعمل حته بسيطه، لو انت اكتشفتها تقدر تحل المساله بكل سهوله في خطوتين. لو ما اكتشفتهاش هتقعد تحل بالساعه ومش هتعرف تحل المساله في الاخر. خلاص. فدايما تخليك دايما معتمد ان انت تكون نبيه في الامتحان شويه. تعالى يا باشمهندس السؤال الثاني ده. خلاص. لو انت جيت تبص على البرانش اللي هو الاي واي، بص هتلاقي الاي واي خلاص، الاي واي ده عامل شورت سيركت، او الاي واي عامل شورت سيركت على المقاومات دي كلها. انت ما تقعدش تفكر بقى، الاي واي ده يا باشمهندس هيلغي جميع المقاومات اللي هي 3 6 6 6 دي، هتتلغي خلاص. يبقى الجزء ده كله هيتلغي، اللي هو التيار اللي هو الاي واي ده اللي هو الشورت سيركت ده، هيلغي المقاومات اللي هيدك اليمين كلها. فالموضوع خلص، ما تقعدش تفكر بقى عامل شورت سيركت جوه وحوار كده عشان لخبطك. ادام عملت شورت سيركت على مقاومات او مصادر او اي حاجه، الدائره دي اتلغت خلاص. اول حاجه يا باشمهندس هتلاحظ طبعا ان الاي اكس ده بصفر على طول من غير ما تحسبه اصلا. الاي اكس ده اهو، عشان لو طلبوا منك في المساله تحت تعرف ان هو قيمته بزيرو خلاص، ان قيمه الاي اكس، وطبعا هو طالب في النقطه رقم 8 زمالي اوف الاي اكس، الاي اكس بزيرو. ولو يا باشمهندس قلت لك ان الشورت سيركت هيلغي الدائره اللي على ايدك اليمين دي خالص، فالاي اكس هيبقى قيمته بزيرو. تعالى يا باشمهندس نبتدي نحل المساله عادي خالص. طبعا انا لخصت المساله على ايدك اليمين اهو، ان انا لغيت الجزء اللي على ايدك اليمين، سبت بس المقاومه 2 والمقاومة 20 والمقاومة 10 اوم مع مصدر البطارية اللي هو ايه، فرسمت الدائرة اهي خلاص زي ما ظهر قدامك كده، ولغيت الجزء اللي على ايدك اليمين. تعال نشوف المطلوب، بقول لك ذا توتال ريزيستنس في الدائرة اللي قدامك دي يا باشمهندس. لو طلب منك المقاومة الكلية هتقول لي هي ال 2 اوم توالي مع ال 20 توالي مع ال 10 تطلع لك 22 اوم. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس معلش هي ال 2 اوم توالي مع ال 20 توالي مع ال 10 تطلع لي 32 اوم. 2 20 10 يبقى 32، اللي هي الاجابه رقم سي. فالاجابه الاولانيه هي الاجابه رقم سي. بيقول لك ذا سبلاي فولتج اي، عاوز قيمه الجهد بتاع السبلاي اي. خلاص. انت خلي بالك هو مديك في المساله، خلي بالك من الحته دي قوي، مديك التيار اللي ماشي في المقاومه اللي ماشي اصلا في الدائره. فالتيار اللي مر في الدائره معايا ومعايا الار توتال اهي، ما لسه جايبها 32 مجموع المقاومات. لو انا ضربت 9 في 32، 9
في 32 هيديني قيمة الجهد أو قيمة مصدر البطارية تحت 288. اضرب 9 في 32 هتديك 288، يبقى الإجابة رقم E. يبقى أنا عاوز مصدر الجهد هضرب التيار في المقاومة الكلية. خلاص؟ طبعا النقطة رقم الـ I اكسب 0 خلاص احنا قلناها. The value of الـ I y، عاوز قيمة الـ I y. قيمة الـ I y لو أنت لاحظت هو التيار ده. خلاص الـ I y هو 9 أمبير. الـ I y هو 9 أمبير اللي هي الإجابة رقم الإجابة رقم E. خلاص الإجابة رقم E. قيمة التيار اللي هو الـ I y قيمته 9 أمبير. بعد كده يا باشمهندسين طالب الباور الديسيبيتد ان اول سيركت ريزيستور، يعني عاوز الباور المفقوده في المقاومات كلها. يعني عندك المقاومات كلها اللي هي قيمتهم 32 اللي انت جايبهم دول، عاوز الباور المفقوده فيهم. طب ماشي يا باشمهندس، انا معايا الار توتال اضربها في الاي تربيع، يبقى الاي تربيع في الار تديني الباور ديسيبيتد. هقول له الاي تربيع في الار. طبعا انت ممكن تقول له 9 تربيع او الاي واي تربيع، مش هتفرق، الاثنين واحد. هتقول الاي واي تربيع لان هو ده اللي مر في المقاومات كلها، او 9 تربيع اللي هي 81 يعني في الار توتال اللي هي 32. خلاص هتطلع لك الاجابه رقم دي اللي هي 2592. 2592 دي الاجابه رقم دي اللي هي يا باشمهندس، لانك هتربع ال 9 تبقى 9 تربيع ب 81 هتضربها في المقاومه كلها اللي هي الار توتال في 32 هتديك الباور. خلاص المساله دي كانت خفيفه برضو، اكتشفت انت لو عرفت ان ده شورت سيركت المساله بالنسبه لك هتتحل بسهوله جدا، ما فيهاش اي مشكله. ازيك يا عبد الحميد؟ زي ما انت شايف مش مبسوط، والناس دي كلها مش مبسوطين. وحضرتك برضو مش مبسوط مش كده؟ لا 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 انا مبسوط قوي يا عبد الحميد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس المسألة عشان زي ما قلت لك دايما احنا بنظبط الرسمة بشكل بحيث ايه اما اجي اعمل كل حاجة بعد كده تطلع لي بسهولة. أول حاجة هنا يا باشمهندس هتلاحظ إن النقطة الوحيدة اللي هي النقطة سي، دايما احنا دايما بنروح نظبط الشورت سيركت الأول. هتلاقي إن النقطة سي هي نفسها النقطة إي. النقطة سي هي نفسها النقطة إي. فأنا رحت الرسمة دي هي نفسها الرسمة هنا، خلاص كل أنا عملته يا باشمهندس ان انا ظبطت شكلها، ان انا خليت ما بين الدي والاي اللي هم الاثنين برانش دول، جمعت المقاومات اللي هي التوالي، جمعت المقاومه 15 و20 اديتني يا باشمهندس اللي هي 15 25 15 و10 هتبقى 25، 40 و10 هتبقى 50، حطيتها 50 اهي اللي هي ما بين الدي والاي، وما بين الدي والسي اللي هي المقاومه 50. خلاص رفعتهم فوق ووصلت السي بالاي، ده شورت سيركت. طبعا يا باشمهندس انا ما بقفش عند كده، لا ده انا بروح يا باشمهندس كمان. خلاص انا بروح يا باشمهندس باجي على السي والاي بخليهم نقطه واحده. فانا اخلي السي والاي اهو زي ما هو ظاهر قدامنا كده، هنبتدي نظبط الرسمه دي اللي احنا هنتعامل بيها. دي النقطه سي او النقطه اي. خلاص النقطه سي هي نفسها النقطه اي. هتلاحظ يا باشمهندس اللي ما بين الدي والاي في ثلاث برانشات اللي هو ال 25 اوم توازي مع ال 50 توازي مع ال 50. خلاص الثلاثة دول يا باشمهندس توازي مع بعض. يبقى ال 50 توازي مع ال 50، يبقى 50 على الاثنين تبقى 25، بعد كده 25 توازي مع ال 25 على الاثنين تبقى 12 ونص. يبقى بين الدي ما بين يا باشمهندس الدي والاي بين النقطة دي والنقطة اي، هتلاحظ يا باشمهندس ان المقاومة الكلية هي 12 ونص. المقاومة الكلية هي 12 ونص. خلاص دي اللي احنا وصلنا لها، خلاص ان المقاومة الكلية يا باشمهندس هي 12 ونص ما بين الدي والاي. وهتلاحظ طبعا الاي هي نفسها السي لانهم متوصلين بشورت سيركت مع بعض. دي الرسمة النهائية يا باشمهندس بتاعتي. خلاص انا نزلت المقاومة 8 زي ما هي، نزلت المقاومة 2 زي ما هي، ودي الرسمه بتاعت. اقدر اجيب اي حاجه بعد كده يا باشمهندس؟ اه بسهوله. تعالى كده بقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين اي وبي، يعني بتوين النقطه اي وبي. هقول له هي 8 زائد 12 ونص زائد 2 تطلع 22 ونص. تطلع المقاومه الكليه 22 ونص. طب هنا في 22 ونص مش هتلاقي، يبقى انت تختار الاختياري رقم اف. خلاص يبقى نن ولا واحده فيهم. خلاص يبقى اول حاجه اف. بقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين ذا توتال ريزيستنس بتوين الاي والسي ما بين الاي، ده الاي اهي يا باشمهندس،
خلاص وادي السي، يبقى انا همشي 8 12 12 ونص تطلع 20 ونص. هتيجي تبص هنا مش هتلاقي 20 ونص، يبقى انت هتختار برضه اختيار رقم اف اللي هي نان. خلاص هتختار الاختيار رقم اف اللي هي ايه نان عشان سي. يبقى انت كده يا باشمهندس جبت النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2 والاثنين هيبقوا اف. طب النقطه رقم 3 بيقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين بي ودي، ما بين البي والدي، يعني البي والدي. طب تعالى نشوف على الرسمه النهائيه بتاعتي، ادي البي اهي وادي الدي، يبقى 2 و12 ونص يبقى 14 ونص. بص هنا هتلاقي 14 ونص اهي، 14 ونص اللي هو الاختيار رقم سي. فانت هتختار الاختيار رقم سي، دي المقاومه الكليه ما بين البي والدي. ذا توتال ريزيستنس المقاومه الكليه برضه بتوين البي والاي، ادي البي اهي يا باشمهندس وادي الاي، يبقى المقاومه الكليه هي 2 اوم. المقاومه الكليه هي 2 اوم. تعال نشوف 2 اوم هنا اهو، هي رقم سي برضه، المقاومه الكليه هي 2 اوم. تعال يا باشمهندس ليه المطلوب اللي هو رقم 5، بيقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين السي والدي، ادي السي وادي الدي، المقاومه 12 ونص. ما بين السي والدي المقاومه 12 ونص اللي هو الاختيار رقم اي، الاختياري رقم اي. تعالى يا باشمهندس للنقطة، طبعا دي ايه في السؤال الاولاني، تعالى للنقطة بي. النقطة بي يا باشمهندس او السؤال الثاني اللي هو بيقول لك فور ذا سيركت للدايرة دي كمان اللي قدامك دي، بيقول لك اختار الاجابات الصحيحة من الاختياري من اول 6 لحد 12، يبقى يعني عندك 6 برضه نقط هتشوف الاختياري بتاعهم هيطلع بيه. ركز قوي في الرسمة دي يا باشمهندس لانها معتمدة على كيرشوف فولتج وكشف للجهود وكشف للتيارات. خلاص تعالى يا باشمهندس هناخد الرسمه بتاعتنا ونبتدي نتعامل واحده واحده على حسب المطالب اللي هو طالبها. تعالى يا باشمهندس اول مطلوب طالبه بيقول لك ذا فولتج اي سي، طالب الجهد اللي هو اي سي اللي هو من بين النقطه اي والنقطه سي، عاوز الجهد اللي اسمه في اي سي اللي هو التيار مضروب في المقام، التيار مضروب في المقام اللي هو 1 في 2 اي في 20 يطلع ب 20 فولت. هيطلع الجهد اللي هو الفي اي سي، خلاص هو عباره عن التيار، طبعا ده جهد معلش مش خلاص، ده الفي اي سي ده يا شمسين الفي اي سي هو طالب الفي اي سي هو عباره عن التيار اللي هو 1 امبير في ال 20 اوم يديني جهد 20 فولت ما بين النقطه A والنقطه C، يبقى الفي اي سي هو ب 20 فولت اللي هو النقطه رقم A، يبقى اول اختياري هو الاختيار رقم A. تاني نقطه يا باشمهندس ذا فولتج الفي بي سي، طالب الفي بي سي، تعالى نشوف النقطه B فين، النقطه B اهي والنقطه C، طالب الجهد ما بين النقطه B والنقطه C. فانا هروح اخد البرنش ده بس كده اهو رسمته هنا اهو، خدت الجهد اللي هو 45 فولت وخدت المصدر اللي هو سالب موجب، خدت التيار اللي ماشي اللي هو نص امبير، خدت المقاومه اللي هي 30 اوم. خلاص هيكون هنا يا باشمهندس هو طالب الجهد ما بين البي والسي، ادام البي هي المكتوبه الاول يبقى دي يا باشمهندس هي البوزيتيف لان هي الكبيره والسي هي النيجاتيف، فبروح احط شريطها موجب سالب. خلاص دي اول حاجه، يعني اول حاجه بشرطين بعملها، خلاص حددت ان البي هي الموجب والسي هي السالب وكتبت عليهم ان انا عاوز حاجه اسمها الفي بي سي اللي هو الجهد المطلوب. بعد كده هروح اطبق كيرشوف خلال المسار اللي انا عامله ده اللي هو المسار رقم 1، بس خلي بالك لازم المقاومه اللي عندي اللي هي ال 30 اوم دي احدد البريورتي عليها. احدد البريورتي ازاي يا باشمهندس؟ على حسب اتجاه التيار، التيار دخلته موجب والناحيه الثانيه سالب، يبقى التيار داخل يبقى الناحيه دي موجب زي ما انا حاطط كده والناحيه الثانيه سالب. هتلاحظ يا باشمهندس ان جميع العناصر اللي عندك في الدايره محطوط لها موجب وسالب الاشاره بتاعتها. لو انا طبقت كشف مع المسار رقم 1، لو انا ابتدات بدات ب وليكن هبتدي بالمصدر ده، بقول لك في كشف للجهود لو انت داخل للسالب تبقى موجب، يبقى ال 45 دي 45 فولت كشف للجهود، يبقى انا بطبق على الجهود بس. يبقى هروح على كل اليمنت اجيب الجهد بتاعه. هتروح على 45 فولت هو داخل لسالب ال 45 تبقى موجب، يبقى موجب 45 اهي. هلف داخل على موجب الفي بي سي تبقى سالب، عكس الاشاره على طول، دايما بعكس الاشاره. داخل على موجب يبقى سالب، يبقى سالب الفي بي سي.
هتلاقي اللف بقينا يا باشمهندس المقاومه بس داخل على سالب المقاومه تبقى موجب، داخل على سالب المقاومه تبقى موجب بعد المقاومه اللي هو عباره عن التيار في المقاومه اللي هو نص في 30، يبقى داخل على السالب تبقى موجب اي في ار يبقى نص في 30. طبعا مجموع جهود خلال مسار المغلق بتساوي صفر، ساويتها بالصفر. هيطلع لك شمس ال في بي سي في ال في بي سي في الاخر خلاص، هيطلع لك ان قيمه ال في بي سي خلاص، هيطلع لك قيمه ال في بي سي قيمته ب 60 فولت، قيمه ال في بي سي ب 60 فولت. خلاص دي قيمة ال VBC. يبقى أنا هروح أشمس على الاختيار بتاعي، هشوف ال VBC قيمته هنا ب 60 فولت، هتلاحظ يا باشمهندس اللي هي النقطة رقم A ب 60 فولت، النقطة رقم A ب 60 فولت. تعالى النقطة رقم 8 ونشوف المطلوب بتاعها ونبتدي نحلها. النقطة رقم 8 بتقول لك يا باشمهندس، بيقول لك ذا فالي أوف الـ I1، عاوز قيمة الـ I1 ده، عاوز قيمة الاي واحد ده يا باشمهندس، عاوز قيمه الاي واحد بالامبير. لو انت لاحظت في المثلث اللي هو بي اي سي، بي اي سي هتلاحظ يا باشمهندس في المثلث ده ان كل حاجه معلومه، كل حاجه كل حاجه يا باشمهندس، حتى التيارات بتاع الافرع، يعني التيارات بتاع الافرع كلها معلومه ما عدا الاي واحد. دي ميزه ميزه يا باشمهندس، ميزه في ايه؟ لو طبقت كشف هنا للجهود هقدر اجيب التيار ده. لا يا باشمهندس، لان المقاومات معلومه والتيارات معلومه، فده الفرع الوحيد اللي اقدر اجيب من عن طريقه الاي واحد. فهاخد المثلث ده اهو زي ما انا عامل لك كده خلاص، ادي المثلث بتاعي خلاص، واروح اطبق كشف. بس قبل ما اطبق كشف يا باشمهندس لازم اول حاجه اروح احط الاشارات بتاع المقاومات. الاشارات بتتحط على المقاومات اللي هي بتاع الجهود، يعني بتتحط ازاي يا باشمهندس؟ بتتحط على حسب اتجاه التيارات. بروح اشوف التيارات، طبعا هو فرضنا هنا التيارات اهو، التيارات كلها مفروضه. فباخد التيار الاولاني اللي هو 1 امبير، يبقى دخلته موجب وخارجته سالب. التيار اللي هو نص هيبقى داخل على المقاومه 30، موجب الناحيه دي وسالب الناحيه دي. التيار اللي هو اي واحد دخلته على المقاومه الناحيه دي موجب والناحيه الثانيه سالب. بعد كده هروح اطبق كيرش فولتج خلال المسار 2. تعالى اما نشوف، هو بدا ب 45، بدا بالمقاومه 5، بدا بالجهد 45 فولت. ده لو انا داخل على سالب البطاريه تبقى موجب، موجب 45. بعد كده داخل على موجب ال 50 اوم يبقى سالب تيارها اللي هو الاي 1 في 50، الاي 1 في 50. بعد كده داخل على موجب البطاريه 40 تبقى سالب 40. بعد كده داخل على موجب المقاومه 20 يبقى ال 1 في 20، داخل على موجب تبقى سالب ال 1 في 20. بعد كده داخل على سالب المقاومه 30 تبقى موجب، يبقى موجب 30 في نص، موجب 30 في نص ده كله طبعا بيساوي صفر. هتطلع الاي 1 يا باشمهندسين معاد بزيرو، الاي 1 بزيرو. فتعالى كده للنقطه رقم 8 اللي هي هتختار الاختيار رقم اي بزيرو. خلاص يبقى الاختيار هنا يا باشمهندسين بزيرو. النقطه رقم 9 بيقول لك ذا فالي اوف الاي 2 بكام؟ الاي 2 بكام؟ فين الاي 2؟ الاي 2 اهي. عاوز يا باشمهندسين قيمه الاي 2. لو انت لاحظت حاجه حلوه قوي ان التيار هنا 1 امبير، التيار هنا نص، فانت تقدر عند النقطه سي دي تطبق كشف للتيارات. فاحنا لو جينا عند النقطه سي وخدنا التيارات اللي داخله عندها، بص كده التيار اللي داخل عند النقطه سي في 1 امبير داخل عند النقطه سي اهو داخل، وداخل كمان النص امبير، يعني انت عند النقطه سي دي خلاص داخل النص امبير، خلاص داخل النص امبير. هيطلع عندك يا باشمهندسين اللي خارج هو الاي 2. فانت لو طبقت كشف كارنت لو عند النقطه سي هتلاقي ان التيارات الداخله بتساوي الخارجه، يبقى الاي 2 هتساوي الواحد واحد والنص، يبقى واحد ونص. يبقى الاي 2 هي عباره عن واحد ونص الاختيار رقم اي، والاختيار رقم اي. تعالى عشان سين للنقطه رقم 10 بيقول لك ذا فالي اوف الاي 3، قيمه الاي 3 ده بكام؟ نفس الحوار برضه يا باشمهندس، عشان اجيب قيمه الاي 3 ده يا باشمهندس هروح اطبق كيرشوف كارنت لو عند النقطه ايه، هتلاقي ان التيار هنا قيمته ب 1 امبير،
والار واحد قيمته بزيرو، يبقى الار واحد معايا قيمته بزيرو، وهنا طيار خارج واحد امبير اقدر اجيب الاي 3. يبقى الاي 3 يا باشمهندس الداخل بيساوي الخارج، هيطلع لك في الاخر ان الاي 3 بتساوي واحد، هيطلع لك في الاخر ان الاي 3 بتساوي واحد امبير. تعالى بعد كده لي طبعا ده واحد امبير، الاي 3 بتساوي واحد امبير اللي هو الاختيار رقم ايه، هو الاختيار رقم ايه. تعالى النقطه رقم 11 اللي هي اللي عليها الضوء، بيقول لك the value of I 4 او قيمة التيار I 4 او قيمة التيار ده يا باشمهندس اللي هو I 4 ده يا باشمهندس ليه كذا طريقة حل. الطريقة الأولانية يا باشمهندس لو أنت طبقت كيرشوف عند النقطة B، يعني أنا لو عاوز الـ I 4 إما أجيبه عن طريق إن أنا أطبق كيرشوف للطيارات عند النقطة دي أو أطبقه عند النقطة B. خلاص سواء دي او بي الاثنين صح. طب تعالى يا باشمهندس هنطبقه الاول عند بي، طبعا التيار ده هتلففه كده هيبقى داخل من نقطه بي، فالاي 4 هيبقى داخل من نقطه بي وهيبقى خارج من نقطه بي الاي 1 اهو، الاي 1 اهو خارج من النقطه بي، يبقى الاي 1 خارج. طيب والنص يا باشمهندس، النص خارج برضه، النص خارج من عند النقطه بي. لو انت طبقت كشف هنا هتقول التيارات الداخله بتساوي الخارج، هتلاقي الوحيد اللي داخل هو الاي 4 وانا خارج النص بزيرو لان الاي 1 بزيرو، يبقى الاي 4 بتساوي نص امبير. طب لو انت جبتها عن طريق النقطه دي، لو انت جبتها يا باشمهندس من عند النقطه دي خلاص، هتلاقي يا باشمهندس ان عند النقطه دي اللي خارج هو الاي 4 وداخل اي 2 والاي 3 اللي فوق، يعني خارج من النقطه دي. فانت لو طبقت كشف هيطلع لك ان التيارات اللي داخله الوحيد اللي داخل هو الاي 2 هيساوي اللي خارج اللي هو الاي 4 زائد الاي 3، وانت عاوز الاي 4 يبقى الاي 4 هتساوي الاي 2 ناقص الاي 3. الاي 2 يا باشمهندس انت جايبها قبل كده ب 1.5 وجايب الاي 3 ب 1، تقدر تجيب الاي 4 تطلع بنص امبير. فسواء جبتها عن طريق النقطه دي او النقطه دي الاثنين صح، طبق كيرشوف للتيارات هنا او هنا هتطلع لك الاجابه بنص امبير. تعالى الاختياري طبعا هنا ان الاختيار بتاعك في النقطه رقم 11 هي بنص امبير، يبقى الاجابه رقم A. تعالى عشان سين للنقطه رقم 12 بيقول لك ذا فاليو اوف الار، عاوز قيمه الار، فين المقاومه ار؟ تعالى نبص على الرسمه كده ندور على المقاومه ار، قيمه المقاومه ار اللي هي دي، خلاص عاوز قيمه المقاومه ار اللي هي هي. عشان سين تبتدي تجيب قيمه المقاومه ار دي، خلاص عشان اجيب قيمة المقاومة R هتلاحظ يا باشمهندس المثلث اللي هو اسمه ADC، ADC المثلث ده يا باشمهندس كل حاجة معلومة فيه ما عدا المقاومة R، كل حاجة معلومة حتى الـ I3 والـ I2، خلاص حتى الـ I3 والـ I2 كل حاجة يا باشمهندس معلومة عندك ما عدا المقاومة R. فهتروح تطبق كيرشوف في المسار بتاعه، بس قبل ما تطبق كيرشوف لازم يا باشمهندسين احدد البولاريتي على المقاومه عن طريق التيارات عشان اعرف الجهد هيبقى موجب ولا سالب. يبقى انا يا باشمهندس اول حاجه بروح ابص على التيار، التيار هنا داخل للمقاومه يبقى هنا موجب والناحيه الثانيه سالب، كذلك في المقاومه ار التيار داخل يبقى الموجب لتحت والسالب لفوق، المقاومه 40 اوم دخلت التيار اي 2 هنا هتبقى موجب والناحيه الثانيه سالب، فرحت حطيت الاشاره على المثلث. بعد كده بروح اطبق كيرشوف زي اتجاه المسار 3، تبتدي باي جهد عندك سواء جهد مقاومه او جهد بطاريه مش هتفرق، هو انا برتب الجهد بتاع المقاومه 100 اللي هم هلف وارجع له، فانا هبدا بالجهد بتاع ال 100، فهو لو انا بلف كده فانا داخل للموجة تبقى سالب 100، داخل للمقاومه ار داخل السالب بتاعتها تبقى موجب، موجب الاي في الار اللي هو طبعا التيار هنا بواحد يبقى واحد في الار. بعد كده مش هنسين داخل لسالب المقاومه 40 اوم يبقى موجب 40 في الاي 2 اللي هي 1.5 يبقى 40 في 1.5 طبعا موجب. بعد كده داخل للمقاومه 20 السالب بتاعها تبقى موجب 20 في 1 يبقى موجب 20 في 1. بعد كده رجعت ل 100 فولت فخلاص كده هتساوي صفر. هتلاحظ ان المجهول في المعادله بتاعتك دي يا باشمهندس هي المقاومه ار اللي هي ب 20 اوم، هتطلع في الاخر ب 20 اوم اللي هو الاختيار رقم 12. اختيار رقم 12 يبقى الاجابه بتاعتك رقم بي، رقم بي هي 20 اوم، رقم بي هي 20 اوم.
لي النقطة رقم 13. النقطة رقم 13 يا باشمهندس بيقول لك يا باشمهندس هذا اللي هو في الاي اكس، عاوز قيمة الاي اكس اهي، قيمة الاي اكس اهي، عاوز قيمة البطارية دي، عاوز قيمة البطارية اللي هي الاي اكس. طبعا باشمهندسين لو انت اصلا بصيت على الدايرة دلوقتي كلها كل حاجة معلومة فيها اساسا، كل حاجة كل حاجة باشمهندس ما عدا الاي اكس. فانت لو خدت اي مسار هنا هتقدر توصل للاي اكس، اي مسار، اي مسار بس يكون فيه البرانش اللي تحت ده. انا خلينا مع اللي تحت، الاتجاه اللي تحت اللي هو البي دي، خلينا مع الاتجاه اللي تحت اللي هو البي دي ده، المسار اللي تحتاني ده. طبعا انت لو خدت اي مسار هنا هيوصلك لقاعه الاي اكس، بس تعالى خلينا على المسار اللي تحت اللي هو البي دي ويرجع من الدي للاي. تمام يا باشمهندس، زي ما قلت لك برضه هنطبق كرش في الجهود في المسار اللي تحت. خلاص انا خدت المسار اللي تحت اهو، بس تاخد بالك من هنا من حته يا باشمهندس، ان انا اول حاجه برضه بروح احط الاشارات. فرحت يا باشمهندسين اول حاجه حطيت على المقاومات كلها الاشارات بتاعتها عن طريق اتجاه التيارات. انا معايا التيارات اهو، كل التيارات معلومه، اقدر احط البرايتي على المقاومات. بعد كده بروح اطبق كشف. انا هبتدي بالاي اكس، خلاص هو بدا بالاي اكس. طبعا لو انت لاحظت انت بتلف كده، فده داخل على سالب الاي اكس تبقى موجب الاي اكس، بعد كده داخل على موجب ال 30 فولت تبقى سالب ال 30 فولت، موجب 10 تبقى سالب 10 في الاي في الاي 4 اللي هي بنص، تبقى 10 في نص. بعد كده داخل على موجب تبقى سالب 45، بعد كده داخل على موجب ال 30 اوم، موجب ال 30 اوم تبقى سالب 30 في نص، هي سالب 30 في نص. بعد كده المقاومه 40 يبقى 40 مضروبه في التيار 1.5، طبعا داخل على الموجب تبقى سالب، سالب 1.5 في 40. اخر حاجه مش هنسيبها، المقاومه 20 داخل على الموجب تبقى سالب 20 في نص، سالب 20 في نص. ده طبقت كيرشوف مجموع جهود خلال مسار نورك بتساوي صفر، يبقى الاي اكس بتساوي 165 فولت. تطلع معاك في الاخر الاي اكس ب 165 فولت. طبعا يا باشمهندسين هتلاحظ ان الاجابه هنا ولا واحده فيهم هتبقى نون، هتختار رقم اف، هتختار رقم اف. بعد كده عاوز الباور ديليفر فروم 40 فولت فولتج سورس، عاوز يا باشمهندسين الباور اللي هتخرج من ال 40 فولت. تعالى نشوف ال 40 فولت فين. ال 40 فولت ده لو انت بصيت في الدايره اللي عندك هتلاقي ان المصدر الوحيد اللي كنت 40 فولت هو المصدر اللي فوق ده. عاوز الباور اللي هتخرج منه، الباور اللي هتخرج من المصدر اللي هو 40 فولت. يبقى انا يا باشمهندس لو عاوز احسب قيمه الباور، الباور هي عباره عن الفي في اي. الفي في اي انا معايا الجهد بتاع المصدر 40 وتيار اسمه اي 1 والاي 1 بزيرو، خلي بالك. يبقى الاي 1 في الفي اللي هو الزيرو في 40 بزيرو، يبقى الباور بزيرو. يبقى النقطه رقم 14 بزيرو، النقطه رقم 14 بزيرو اللي هي النقطه رقم سي، مش هيطلع باور اصلا. ذا باور ديسيبيتد ان ذا ريزيستور ار، عاوز الباور المفقوده في المقاومه ار دي. هقول له هو التيار بتاعها اللي هو اي 3 تربيع، اي 3 تربيع في الار، خلاص اي 3 تربيع في الار. الاي 3 عشان زي ما انا جايبها لك هي بواحد والار ب 20، تطلع الباور ب 20 وات، تطلع الباور ب 20 وات. تعال نشوف الاجابه كده، 20 وات اللي هي النقطه رقم سي. يبقى الباور ديسيبيتد في المقاومه ار هي 20. كمان وعده والنبي يا ري، كفايه بقى ده، كمان وعد كفايه بقى ده، كمان وعد. كمان وعد. السلام عليكم يا باشمهندسين، تعالى يا باشمهندس نبتدي نحل لك اخر امتحان معانا، وهو الامتحان بتاع 2017. تعالى يا باشمهندس نفس الحوار زي ما انا قايل لك، هو بيجيب لك اول مساله عن المقاومات، فانت لازم تظبط المساله بشكل تسهل لك حل المساله. خلاص؟ تعالى يا باشمهندس اول مساله بيقول لك الدايره اللي قدامك دي اختار الاجابات الصحيحه بتاعتك. وبيقول لك يجب التحقق من الاختيار حسابيا والا سوف تعتبر الاجابه خاطئه. يبقى انت لازم تكتب الاجابه بتاعتك. الدايره اللي قدامي دي يا باشمهندس دايما قلت لك بنروح نبص على الشورت سيركت، بضم النقط بتاعتها مع بعض، ده خلاصه الكلام. يبقى انا يا باشمهندس بروح على الشورت سيركت وبضم النقط بتاعته مع بعض. هتلاحظ ان النقطه دي هي نفسها النقطه اف،
فقمت جاي ساحب النقطه دي موديها الاف. اول حاجه عملتها هنا اهو، قمت جاي ساحب النقطه دي موديها الاف خلاص. فانا سحبت النقطه من تحت الدي وديتها الاف، فدي الدي مع الاف خلاص. هسحب النقطتين دول هوديهم فوق، النقطه الدي هوديها الاف، والنقطه سي المفروض اوديها الاي. فانت بتظبط الرسمه خلاص، ان انا جاي ساحب ماسك بيدي كده، دي ساحب دي فوق خلاص، ساحب دي فوق خلاص. هتبقى المقاومه 10 و40 توازي مع 10 15، والمقاومه 30 20 هتبقى هي واصله ما بين الاف والسي خلاص، هتبقى واصله ما بين الاف والسي لان الاف والدي هما واحد. فهتطلع بالشكل ده كده اهي، اللي هي 50 والناحيه دي اللي هي قيمتها 50 اوم. هيبقى انا بس السي والاي عاوز تسيبها بالشكل ده، عاوز توصلهم ببعض مفيش مشكله، بس يفضل ان انت توصل السي بالاي، يوصل السي بالاي. فانا قمت جاي واخدها تحت اهي خلاص، وصلت السي بالاي اهي، اعتبرت ان السي والاي نقطه واحده والاف والدي نقطه واحده. والرسمه دي اللي انا هبتدي اتعامل بها، الرسمه دي اللي انا هبتدي اتعامل بها خلاص. بسطت كمان الدنيا شويه عشان لو انت احتجت بيانات على طول تقدر تاخدها. رحت الثلاث مقاومات اللي هي المقاومه طبعا دي 10 و15 تبقى 25، اهي المقاومه 25، المقاومه اللي تحت كانت 50، دي 30 و20 50. فالثلاثه دول توازي مع بعض، فرحت جبتهم. نفس المساله بتاع 2018، 50 مع 50 توازي يبقى 50 على الاثنين 25، 25 توازي مع 25 تبقى 12 ونص. يبقى المحصله ما بين الدي والاي، ما بين الدي والاي 12 ونص، ما بين الدي والاي هي 12 ونص خلاص. وهتلاحظ طبعا ان الدي والاف نقطه واحده، والاي والسي نقطه واحده، والاي والسي نقطه واحده. تعالى يا باشمهندس، احنا هناخد الاخيره، احتاجنا اللي قبلها ماشي، ما احتاجناهاش خلاص. احنا هناخد بس هي دي الرسمه اللي انا هبتدي اتعامل بها اللي هي الاخيره دي خلاص، دي اللي انا هبتدي اتعامل بيها. اول سؤال يا باشمهندس بيقول لك خلاص يا ماهي، عاوز خلاص احنا هنسيبنا بقى من الرسمه اللي فوق دي ما عادش تلزمني. اول نقطه يا باشمهندس بيقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين اي وبي. هنروح ما بين الاي والبي، عاوز التوتال ريزيستنس اللي هي المقاومه 8 12 ونص 2 اللي هي مجموعهم 22 ونص، 22 ونص دي مجموع الار اي بي. طبعا هتروح تبص بالاختياري مش هتلاقيها موجوده، هتختار نان، هتختار نان. ذا توتال ريزيستنس بتوين اي وسي، فانا هروح اقول له الايه اهي، الايه اهي وده السي. فمجموع المقاومات اللي هي 8 و12 ونص تطلع ب 20 ونص، تطلع مجموع المقاومات اللي هي الار اي سي قيمتها ب 20 ونص. طبعا هتلاحظ في برضه هنا ما فيش قيمه ال 20 ونص، فانت هتختارها نان، هتختار قيمتها نان. ذا توتال النقطه رقم 3 التوتال ريزيستنس بتوين بي واف، ادا يا باشمهندسين البي خلاص، ادا البي وادا الاف، هيبقى 2 و12 ونص تطلع 14 ونص. 14 ونص هتلاقي القيمة دي خلاص اللي هي النقطة رقم سي، فالنقطة رقم 3 سي، النقطة رقم 3 طلع ب 14 ونص، فاخترنا النقطة رقم سي. تعالى يا شمس النقطة رقم 4، النقطة رقم 4 بيقول لك ذا توتال ريزيستنس بتوين بي وإي، بتوين البي والإي قيمتها طبعا 2 أو خلاص اللي هي النقطة رقم سي، النقطة رقم سي قيمتها 2 او. ذا توتال ريزيستنس بتوين سي ودي، بتوين سي ودي، تعالى بص كده ادي السي اهي وادي الدي، تطلع لك بكام؟ ب 12 ونص. هروح ابص على النقطة رقم 5، النقطة اللي هي سي ودي 12 ونص ده رقم اي، يبقى الإجابة 5 اي، 5 اي اللي هتطلع 12 ونص. النقطة رقم 6، النقطة رقم 6 يا باشمهندس بيقول لك وين، ركز قوي بقى معايا في النقطة دي، بيقول لك وين الدي سي سبلاي از انسيرتد بتوين تيرمينال اي اند بي. يعني هيجي يا باشمهندس على التيرمينال ما بين اي وبي ده هيوصل اللي هو مصدر خلاص، هيوصل مصدر ما بين اي وبي. ذا كارنت ثرو 40 ريزيستور از 3 امبير. يعني احنا طلعنا الرسمه فوق كده ان اي دي دايركشن، في اتجاه الاي دي. طب هو اصلا حاطه على الرسمه اهو، بيقول لك يا باشمهندس التيار اللي هو 3 امبير ده خلاص، لو انا حطيت مصدر ما بين اي وبي هيتولد التيار اللي هو قيمته 3 امبير في المقاومه 40 والاتجاه بتاعه من اي لدي، وفعلا هو رسمه من اي لدي. طيب هو عاوز ايه بقى؟
بقولك the current throw the branch CD بكم؟ عاوز التيار اللي هيمشي فيه البرانش سي دي. البرانش سي دي، البرانش سي دي عاوز التيار اللي هيمشي فيه هيبقى قيمته كام؟ خلي بالك هو عاوزه من سيل دي، عاوزه الاتجاه بتاعه من سيل دي هيبقى قيمته كام؟ تعالى يا باشمهندس عشان ابتدي الرسمه، طبعا مش هتعامل مع الرسمه دي، انا هتعامل مع الرسمه اللي انا كنت جايبها فوق. بص هنا كده الرسمه اللي قدامك دي، خلاص الرسمه دي، الرسمه دي هتلاحظ ان انا راسم ال 3 امبير اهي، وطبعا هي اللي هتبقى ماشيه في ال 10 و40 ل 50 اوم، ادي ال 3 امبير. انا هستفيد ايه من الرسمه دي؟ انا هزومها لك اهو باشمهندس كده شويه. انا هستفيد ايه من الرسمه دي؟ هستفيد يا باشمهندس هو طالب التيار فين؟ طالب التيار ما بين السي، بص بقى طالب التيار ما بين السي ومين؟ والدي. طالب التيار اللي هيبقى the current through the branch CD بكم؟ هيطلع بكام؟ معلش عشان زين بس عشان ما نلخبطكش، هو طالب التيار اللي هيبقى ماشي ما بين السي والدي، اللي هو السي والدي فين يا باشمهندس؟ اللي هو في البرانش ده، هو قال لك في البرانش، خلي بالك اللي ماشي فيه السي والدي اللي هو البرانش ده، طالب التيار اللي ماشي هنا. عشان اجيب التيار اللي ماشي يعتبر ماشي في المقاومه 50، عشان اجيبه يا باشمهندس لو انا عارف الجهد على البرانش ده اقدر اجيب قيمه التيار. انا عندي يا باشمهندس البرانش اللي قصاده قيمه التيار 3 والمقاومه 50، خلاص يبقى هضرب ال 3 في 50 اجيب الجهد اقسمه على 50 هيطلع برضه 3 امبير. يبقى انا يا باشمهندس هروح اجيب الجهد، الجهد في البرانش ده خلاص، طبعا عشان لو انت عاوز تجيب المسمى بتاعه اللي هو البرانش اللي اسمه اي دي، خلاص يبقى انا هروح اقول له الجهد، الجهد في البرانش اللي اسمه اي دي هو ال 3 في 50، فجبت الجهد. خلاص؟ ده الجهد اللي في البرانش الاي دي. هروح يا باشمهندس هاخد الجهد ده هقسمه على الجهد اللي هو ال 150. هدور يا باشمهندسين الجهد اللي هو 150 هتقسمه على ال 50. طب الجهد 150 ده اصلا يا باشمهندس هو اسمه الفي سي دي، هو نفس الجهد بتاع الفي سي دي. اللي هو البرانش اللي هو عاوزه، لانه عاوز اصلا التيار خلال البرانش سي دي، ما بين البرانش سي دي. انت جبت الاي الجهد بتاع الاي دي هو نفسه السي دي، خلاص لان النقطه ايه هي نفسها السي، فانت جبت الاي دي خلاص، فانت تقدر تجيب السي دي. وهتلاحظ حاجه ان انا قلت الجهد اي دي النقطه اي اكبر من دي، فعشان كده التيار ماشي من اي لدي. فلو انت عاوز اتجاه التيار في السي دي هيبقى من النقطه الكبيره اللي هو الجهد الكبير اللي هو الاي اللي هو السي، لان هو نفس الاي، فالتيار هيبقى ماشي كده، هيبقى داخل للنقطه دي، هيبقى داخل للنقطه دي عشان هو اضطرب الدايركشن. يبقى التيار هيمشي من سي لدي، التيار هيمشي من سي لدي لان النقطه اي اللي هي النقطه سي اعلى من دي، خلاص فالتيار هيمشي من سي لدي عشان لو اضطرب الدايركشن عنك. هو انا مش طالبه، هو طلب القيمه بس، انا جبت قيمه الجهد اللي هو 150 خلاص على البرانش ده، انا جبت الجهد 150 هقسمه على 50 اوم، خلاص هقسمه على 50 اوم اللي هو هيطلع لي ب 3 امبير، هيطلع لي ب 3 امبير. تعالوا عشان نسين للنقطه دي، خلاص النقطه رقم 6 هتبقى رقم اي، النقطه رقم 6 هتبقى رقم اي اللي هي 3 امبير. تعالوا عشان نسين، هو عاوز بعد كده النقطه رقم 8، نقطة رقم 7 معلش، ذا فولتج الفي اف اي، طالب الجهد على الاف اي. طبعا الجهد بتاع الاف اي لو انت بصيت هنا هو الاف اي هو نفسه السي دي، خلاص هو نفسه السي دي هو نفسه الاي دي، خلاص يبقى هو طالب الاف اي، طالب الاف اي. بس لاحظ بقى حته هنا جميله قوي، هتلاحظ يا باشمهندس احنا قلنا ان الاي اكبر من الدي على حسب اتجاه التيار اللي كان ماشي، فالاي خلاص الطرف اللي تحت ده خلاص على حسب هو فرض المصدر، خلي بالك المصدر هو فرض يا باشمهندس لتحت عشان تبقى عارف حاجه، بس المصدر اتجاهه لتحت يعني الطرف هيبقى ماشي كده، فالنقطه اي هتبقى اعلى من دي، النقطه اي هتبقى اعلى من دي، والنقطه سي برضه اعلى من النقط اللي فوق. فلو انت عاوز هو انت جايب الجهد ما بين الاي والدي، والاي اعلى من الدي، دي معلومه عندك تخليها انت عارف. طب طالب يا باشمهندس طالب الجهد اف اي، طالب الجهد ما بين اف واي،
يعني الاف الصغير مع الكبير يبقى سالب، يبقى اكيد انا هاخد الجهد ده اللي هو 150 ويبقى سالب، هيبقى الجهد اف اي بسالب 150 خلاص، لان واخد النقطه الصغيره ناقص الكبير، يبقى الجهد هنا بسالب 150. وخلي بالك فرض البطاريه هيبقى فعلا بالاتجاه ده. لا يا باشمهندس انت عرفتها كده كمان، لان يا باشمهندس انت جيت بسيط اصلا على التيار، التيار ماشي كده. لو انت رجعت للنقطه مثلا رجعنا الرسمه دي عشان توضحها فيها شويه، التيار طالع لفوق يعني عند النقطه دي هيبقى هيطلع كده خلاص، ده معناه ان التيار هيبقى داخل من هنا كده عشان يتوزع جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، وبعد كده يتجمع هنا، يبقى ده معناه ان البطاريه ماشيه في الاتجاه ده كده خلاص. وعن طريق برضه خلاص، يبقى انت عن طريق التيار عرفت اتجاه البطاريه، وكمان يا باشمهندس عن طريق البعد الكبير. هو اصلا انت ما جيت قلنا التيار ماشي كده، يبقى النقطه ايه اعلى من النقط اللي فوق، ادام النقطه ايه هي اللي اعلى يبقى كده التيار هيمشي من ناحيتها راح ناحيه النقط الثانيه. ده بكل بساطه. تعالى يا باشمهندس للنقطه اللي بعد كده اللي هي النقطه رقم 8. خلاص النقطه رقم 8. النقطة رقم 8 بيقول لك ذا كرنت ثرو ذا برانش اف اي، عاوز التيار اللي هيمشي في الفرع ما بين اف اي. تعالى نرجع لأصل المسألة، هو عاوز يا باشمهندس الاف اي، يعني عاوز التيار اللي هيمشي هنا، عاوز التيار ده، عاوز التيار اللي هيمشي من الاف للاي. خلي بالك هو فعلا هو حتى عمل الاتجاه فعلا هو زي ما احنا فرضينه ان هو هيطلع في الاتجاه ده، يعني التيار تحت هيبقى كده، ففعلا هيبقى رايح من اف للاي وده الاتجاه الصحيح خلاص. عشان لو حط لك سالب يبقى انت عارف هي هتبقى سالب ولا ممكن، فقيمه التيار فعلا هيطلع من اف للاي، ركز قوي كده، من اف للاي خلاص، يبقى هيبقى موجب، هيبقى موجب. انا هروح اطبق، لو انا حبيت اطبق، لو انا طبقت هنا ممكن تطبق كرشوف هنا خلاص. انت معاك التيار ده ب 3 امبير ومعاك قيمه الجهد تقدر تقسمه 10 على 15، قيمه الجهد 150 على 25، 150 على 25 يطلع لك قيمه التيار هنا ب 6، يبقى 6 و6 12، المفروض التيار هيطلع ب 12 أمبي. خلاص هو طبق طبعا كيرشوف كارنت عند النقطه دي، التيار ده كان معاك 3 والتيار ده كان معاك 3، هو بس جاب التيار بتاع الاي اف اللي هو قسم الجهد الكلي اللي هو 150 على 25. طبعا يا باشمهندس في طريقه اسهل من الكلام ده كله خلاص. انت عاوز التيار ده يبقى ماشي هنا خلاص، انت عاوز التيار ده يبقى ماشي من اف للاي. طب ما انت يا باشمهندس معاك المقاومه دي ومعاك الجهد عليها، معاك المقاومه دي ومعاك الجهد عليها، فالطريقه الاسهل ان انا معايا الجهد هنا 150 اقسمه على 12 ونص يطلع لك 12 امبير على طول، الفتره دي هي الاسهل. الاسهل ايه يا باشمهندس؟ ان انا اروح الجهد اللي هو الفي اي اف او الفي اي دي، خلاص الفي اي دي اللي هو معايا اهو اللي هو 150 اهو، هقسمه على قيمه المقاومه دي اقدر اجيب التيار وراح دماغي. طبعا التيار هيبقى اتجاه فوق. طيب قيمه التيار في الحاله دي يا باشمهندس ب 150 على 12 ونص يطلع لك ب 12 امبير اللي هي نفس القيمه اللي احنا جايبينها. سواء طبقت كشف عند النقطه اف صح او قسمت، طبعا الافضل انت تقسم الجهد 150 على ال 12 ونص تجيب التيار. خلاص الاثنين صح. تعالى يا باشمهندس للنقطه رقم 9 و10. النقطه رقم 9 بيقول لك الفولتج اي بي، خلاص عاوز الجهد اللي اسمه اي بي، عاوز الجهد ما بين النقطه A خلاص والنقطه B بتاع المصدر. طبعا يا باشمهندس هتلاحظ ادام قال لك اي بي، اي بي يعني هو معتبر ان الاي هي الكبيره وده غلط، يبقى انت بتجيب البي اي لان البي اي هي الكبيره خلاص، البي لان البي التيار هيبقى ماشي كده واحنا قلنا ان البطاريه هتبقى كده، يبقى البي اكبر من اي، فهو طرد بالعكس وحاطط لك سالب في الاجابات، حاطط لك سالب في الاجابات، فانت تاخد بالك ان الجهد اللي انت هتجيبه هيبقى بالسالب. طب دلوقتي عشان انا عاوز الجهد ما بين اي وبي هعمل ايه يا باشمهندس؟ هروح اجمع المقاومات كلها، المقاومات 2 و8 10 22 ونص، 22 ونص ده قيمة المقاومات هضربها في التيار الكلي لان لسه جايبه ب 12، يبقى 22 ونص في 12 يبقى 22 ونص في 12، طبعا التيار ب 12 هتضربها في 22 ونص
خطر 12 في 22 ونص. هو عشان زمان عامل لك في الدائره ولخصت المقاومات كلها اهو، وادي الطيار اللي ماشي، وفرض لك فعلا اتجاه البطاريه سالب موجب لتحته. خلاص هتضرب 12 في 22 ونص يطلع لك ب 270. خلي بالك دي البي اي بي، البي اي من بي للاي، لكن هو طلب في المساله من الاي لبي يبقى العكس، يبقى تطلع سالب. خلاص يبقى سالب 250 فولت، سالب 250، سالب 270 فولت اللي هي النقطه رقم اي. خلاص يبقى الاختيار ده، الاختيار ده هو النقطه رقم اي. تمام يا باشمهندس، للنقطة رقم 10 اللي هو بيقول لك ذا توتال باور ابسوربد ان ذا سيركت، عاوز الباور ديسيبيتد او الباور الممتصة. طبعا دي لها ثلاث مسميات عشان ما تتلخبطش في الامتحان. الثلاث مسميات الباور ديسيبيتد، الباور ابسورب، الباور لوسز. الثلاثة نفس الحاجة اللي هي الباور المفقودة في المقاومة. خلاص أي واحدة فيهم صح، باور ديسيبيتد، الباور لوسز، الباور ابسورب، ودي الثلاث مسميات بيشفروا براهم الثلاث مسميات. الباور اللي بتبقى خارجه من المصدر نفسه بنسميها باور ديليفرد او الباور سبلاي. يبقى انت عندك يا باشمهندس خمس مسميات، ثلاثه للمقاومات واثنين للمصادر. الثلاثه بتوع المقاومات هم نفس الحاجه اللي هي الباور لوسز، الباور ديسيبيتد، الباور ابسورب. الاثنين بتوع المصدر اللي هي الباور اللي خارجه من المصدر بنسميها الباور سبلاي او الباور ديليفرد، الباور اللي بتصل من المصدر. خلاص يبقى انت المسميات دي في دماغك وعارفها. طبعا الباور ديسيبيتد هي الاي تربيع في الار، هيبقى التيار كل اللي مر في الدايره اللي هو 12 هيبقى هو ال 12 في المقاومه الكليه اللي هي 22.5. يبقى انا هربع التيار يبقى 12 تربيع في المقاومه الكليه اللي هي 22.5، هيطلع لي 3240 واط، 3240 واط. خلاص يا مهندسين، طب لو جه في الامتحان طلب مني الباور ابسورب، المفروض هتطلع نفس الباور ديسيبيتد دي. خلاص هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هو الجهد معاك الجهد بكام؟ جهد المصدر ب 270 اهو، هضربه في 12 270 في 12 خلاص هيديني نفس القيمه دي. خلاص لان مربع ال 12 تربيع اصلا هي 270. خلاص يبقى انت يا باشمهندس هتضرب ال 270، لا معلش يا باشمهندس معلش، هتضرب الجهد اللي هو ال في بي اي، الجهد في التيار ال في اي 270 في 12، 270 في 12 هيطلع لك نفس القيمه فعلا. اضرب بس 270 في 12 هيطلع لك نفس القيمه اللي هي 3240، دي الباور ابسور، الباور سبلاي او الباور ديليفرد من المصدر. لو طلبها تبقى ال في اي جهد المصدر في تيار.